بودكاست رهاميات. أنا رهام جرجور. مرحبا، اليوم بحلقة رقم 80 من بودكاست رهاميات رح نكمل الجزء الثاني من كتاب ليميتلس، وهو سادس كتاب معنا بسلسلة حلقات شلفي لسنة 2020. لو ما سمعتي حلقة رقم 79 بشجعك تعملي بوز لهالحلقة وترجعي للحلقة الماضية حتى نتابع مع بعض عرضنا لكتاب بلا حدود للكاتب جيم كويك. تخيلي معي مثلا انك لقيتي فانوس علاء الدين وفركتيه قام طلع لك مارد الفانوس، شبيكي لبيكي عبدك بين ايديكي، وبتقدري تختاري أمنية واحدة أيا كانت، لكن أمنية واحدة فقط، شو بتختاري؟ أذكى أمنية ممكن تقولي له إياها، أنا بتمنى يكون عندي عدد لا نهائي من الأمنيات. جيم كويك بيقول بكتاب ليميتلس وبخاطبك كقارئة أنك لو تخيلتي أنه أنا مارد الفانوس تبع التعليم وقلتلك اختاري أي شيء بالحياة بدك تتعلميه وبعلمك إياه، لكن اختاري تتعلمي شغلة واحدة بس، فيلي ممكن تقوليه كنظير لفكرة أو أمنية الأمنيات اللانهائية هو إنك تختاري إنه جيم كويك يعلمك كيف تتعلمي learning how to learn، وبالتالي هالشغلة الوحيدة فقط يلي رح يعلمك إياها هي رح تكون مفتاحك للتعلم بلا حدود. وفعلا هدف هذا الكتاب انه يعلمنا كيف نتعلم وكيف نعتني بدماغنا ونفعل قدراته يلي هي بلا حدود، لكن نحن يلي حطيناه جوا قفص وخلقنا له محدوديات اشكال والوان وعفينا حالنا من المسؤولية وصدقنا اكاذيب خلتنا يا نرمي العذر على الظروف يا نلوم الناس يا نستسلم للعجز يلي نحن خلقناه بنفسنا. جيم كويك على طول هالكتاب بيأكد على أهمية الذاكرة والتعلم وبيقدم نصايح لكيف نتعلم بشكل أسرع وأذكى وأفضل learning faster, smarter and better. خطوة واحدة في الاتجاه الأفضل يمكنها أن تغير مصيرك بأكمله. بهالفكرة بشجعنا الكاتب على تغييرات صغيرة ومقدور عليها، لأنه المبدأ يلي نحن لازم نفهمه هو أنه أي شيء منكرره منصير شاطرين فيه. يعني لو أنا كررت نفس السيناريو أني كل يوم الصبح أول ما أفتح عيوني بمسك موبايلي وهاتك يا بوستات وسوشال ميديا ومسجات، فأنا عم برمج عقلي أنه يكون distracted من أول اليوم، فببتدي يومي بالتشتيت. والأسوأ هو لو كانت وصلتني مسج أو كومنت مزعجة، فأكيد رح أدخل بمود ردة الفعل والدفاعية، أبقى ديفنسيف طول اليوم بدل ما أبدأ يومي بإنتنشناليتي وتوجه مهدف للي أنا ناوي أعمله خلال يومي. بركز كتير الكاتب على الدماغ والعناية فيه، رعاية the tool between your ears، أنه عندي أنا بين أدني أداة بسميها جيم كويك the ultimate technology، التكنولوجيا المطلقة، يعني أعقد جهاز تقني ممكن أقتنيه هو أوريدي موجود بين أدني ولازم أعتني فيه ابتداء من أبسط طرق العناية وهي الغذاء. يعني أنت هلأ عم تسمعي هالحلقة من البودكاست والأكل يلي أكلتيه بآخر وجبة لك انهضم والغذاء راح على الدماغ، حتى جزء من دماغك يسمع ويفهم الحلقة، جزء تاني يحس بالكرسي يلي أنت قاعدة عليه أو يتجاوب معك لو أنت عم تمشي، وجزء من دماغك عم يشم ريحة يمكن ريحة قهوة، وجزء عم يحفظ ويتعلم معلومات جديدة عم تدخل على حجرات الذاكرة قصيرة المدى حتى تنتقل بعدين للذاكرة طويلة المدى لو أتيحت إلى الظروف المواتية أو رح تتنسي. من كم يوم كنت عم بحضر مؤتمر أونلاين وكان جيم كويك عليه واحدة من المحاضرات وكان لابس تي شيرت عليه صورة دماغ، وشاركنا وقال إنه لما منشوف صورة شيء موجود بحياتنا لكنه غير مرئي فهاد بيساعدنا أكثر على تذكره، لو شفناه بصورة قدامنا منتذكر إننا نعتني فيه. والعلم بآخر 20 سنة اتعلم عن الدماغ البشري أكثر من كل شيء كنا عرفناه منذ فجر الإنسانية، ولسه الاكتشافات والأبحاث مستمرة بسرعة متزايدة. مثل ما عم نبعت صواريخ للفضاء، في علماء شغلهم الشاغل المخ والجهاز العصبي وعم يدرسوا طريقة عمل الدماغ البشري. لو علمتي شخص فكرة رح تغني يومه
لكن لو علمتيه كيف يتعلم رح تغني حياته ليحقق أحلامه. بكتاب Limitless في مقولة كتير عجبتني بتقول Life is the sea between B and D. B birth الولادة, D death الوفاة, C choice الاختيار. لو فكرنا فيها منلاقي فعلا أنه الحياة ما بين الولادة والوفاة هي عبارة عن مجموعة اختيارات. لهيك بشجعنا الكاتب أننا نختار تفعيل أدمغتنا لتكون بلا حدود, وكل واحدة فينا رح تعمل هالشي بالطريقة الأفضل إلها, لأنه ما في دماغ شبه التاني. مثل البصمة, كل بصمة مميزة, وكمان كل دماغ مميز لأنه هو خليط ما بين الجينات والبيئة, وهذا اللي بيعطيه تميزه, إضافة لأنه قابل للتمرين والتطور بشكل لا محدود. أكبر إثبات على النيوروبلاستيسيتي هو الإصابات يلي بتحصل لبعض الأشخاص لما بيفقدوا أجزاء من دماغهم مسؤولة عن وظائف معينة. منلاقي باقي الدماغ خلاياه بلشت تتطور حالة لتسد العجز وتقوم هي بمهمات الخلايا التالفة أو الغائبة. فإذا كانت هالكاباسيتي موجودة بالدماغ المصاب, فما بالكن الدماغ السليم تبعي وتبعك وتبع كل شخص فينا. الحمد لله عنا نعمة, عنا the ultimate technology بين وداننا, وهي مسؤولية أنه نحن نعتني فيها ونفعلها لأقصى قدراتها اللامحدودة. When you do what others won't, you can live how others can't. عندما تفعل ما لا يفعله الآخرون ستتمكن من العيش كما لا يستطيعون. مشكلتنا أننا قلصنا أحلامنا لتتناسب مع الواقع والدرب اللي نحن عليه, لكن لما بننفتح على احتمالات بلا حدود بنقدر نوسع دروبنا لحتى هي يلي تتناسب مع كبر أحلامنا. تعرفنا بالحلقة الماضية على الدوائر الثلاثة أو الثلاثة M: Mindset, Motivation, Method. الأساس بهالدوائر الثلاثة هي دائرة المايندسيت. كلمة مايند يعني عقل أو ذهن, وكلمة سيت يعني ضبط. تعرفوا كلمة سيتينجز منلاقيها كتير بالأجهزة الإلكترونية, ويلي فيكن حضر مسلسل بميت وش بيعرف نصيحة حمادة طلعوا المحاميل نعمل استعادة ضبط المصنع. نحن بقى بدنا نخرب ضبط المصنع يلي تقولب عليه دماغنا وسبب له محدودية, وخاصة من شيء بسميه جيم كويك limiting beliefs, القناعات المقيدة لنا يلي بتخلينا محشورين بنطار ضيق وخانق. كان كتير بيهمني طالع ترجمة دقيقة وقوية لكلمة mindset حتى تترسخ أكتر كمفهوم جوهري نبني عليه مفهوم الدائرتين التانيين motivation وmethod. بكلمة واحدة فينا نسمي mindset العقلية, لكن كمان هي بتعني توجهات, طريقة تفكير, طبع, ميل, نزعة, وضع مغروس. ليش مهم المايندسيت؟ لأني بكل بساطة لو أنا ماني مقتنعة بالعقلية أنه هي تكون لا محدودة, فقناعاتي المحدودة رح تخلي الدافع والكيفية عندي محدودين وتخليني استسلم. حياتي هي مثل الجبل الجليدي, على القمة يلي باين فوق السطح هي الكلمات والسلوكيات, لكن تحت السطح في توجهات وقيم ومبادئ ومعتقدات مكتسبة تراكمية عبر السنين هي يلي عم تحكم أقوالي وأفعالي. لهيك حتى أنا غير كلماتي وتصرفاتي لازم بالأول طوع أفكاري يلي تحت السطح. فلو أنا تبنيت منطق المحدودية أنا ماني ذكية ولا موهوبة ولا عندي قدرات مميزة ولا شاطرة بالأمر الفلاني إلى آخره إلى آخره, فهي وصفة مضمونة للفشل. مهم كتير للتغلب على عقلية المحدودية أني اعتبر أفكاري ثيرموستات وليس ثيرمومتر, يعني منظم حرارة وليست ميزان حرارة. ببساطة لأنه ميزان الحرارة مهمته هي ردة فعل للبيئة حواليه, هو بس بيقيس درجة الحرارة. أما الثيرموستات فهو منظم, يعني فاعل بالبيئة المحيطة وبيخلي المناخ هو اللي يتجاوب معه ويطاوعه, فبيغير الحرارة يلي حواليه. بنصحنا الكاتب بثلاث مفاتيح للتغلب على عقلية المحدودية وتبني عقلية بلا حدود. المفتاح الأول إنك تحددي شو هي الـ limiting beliefs تبعك وعطيهم أسماء. كل هالمعتقدات تبع المحدودية سميهم حتى تعرفي تتعاملي معهم.
المفتاح الثاني إنك تجمعي الحقائق. لو اعتبرنا أن رأيك ونظرتك وفكرتك المحدودة عن نفسك هي صح، فأين الدليل والإثبات على صحتها؟ لما تبتدي تدوري على evidence راح تكتشفي أنه العكس هو الصحيح، فأنت كنتي بتبنيكي لهالأفكار عم تحدي من أدائك وأفقك واحتمالات التغيير والنجاح يلي قدامك. ثالث مفتاح، اصنعي لنفسك معتقدات جديدة. حسني أفكارك عن نفسك وحوارك الداخلي وتقييمك لقدراتك وإمكاناتك. هالشي بيخلي عندك healthier mindset وبيفتح قدامك المجال لتعيشي الدائرتين التانيين limitless motivation و limitless method. شكرا كتير لكل الصديقات يلي خلال هالسنتين الماضيين كانوا عم يدعموا بودكاست ريهاميات بطرق وأشكال مختلفة. لهيك خصصت هالفاصل حتى أخبركن عن نادي تاء لصديقات البودكاست على موقع باتريون. قليلين من الناس يلي بيعرفوا تفاصيل العبء المادي والالتزامات الشهرية للبودكاست، ابتداء من Buzzsprout الموقع المستضيف للبودكاست، اشتراكه الشهري $12 حتى تضل الحلقات متاحة لك للاستماع بأي وقت ومجانا تماما ومن أي أبليكيشن بتختاريه. موقع Audible للكتب الصوتية اشتراكه $15 شهريا ومنه بشتري أغلب كتب شلفي ومراجع الموضوعات للحلقات. باقي الكتب بشتريها من موقع كندل للكتب الرقمية، وكمان بدفع أقساط الدومين لحتى حافظ على موقع ريهاميات.com. وأكيد أنتم ملاحظين أن البودكاست ما له دخل مادي لأنه خالي تماماً من أي إعلانات لمنتجات، ولا هو مشترك بأي أفليت ماركتينج بروغرام، ولا هو تابع لأي راديو أو هيئة. لكن بفضل نادي تاء لصديقات البودكاست على موقع باتريون رح يقدر بودكاست ريهاميات يكمل ويقدم محتوى غني ومفيد بقالب عصري وممتع. مع نوت هالحلقة بتلاقي لينك يعرفك على 3 أنواع للعضوية بنادي تاء لصديقات البودكاست. اختاري العضوية الأنسب إليك ابتداء من $1 فقط بالشهر أو 5 أو 10. هالعضوية بتعطيكي أكسس لمحتوى إضافي هو خاص وحصري لعضوات نادي تاء. مشاركات من وراء الميكروفون بعملها خصيصا إلك، خبريات وفيديوهات وصور وتفاصيل عن الروتين اليومي وتجربتي مع المينيماليزم، مع صداقة البيئة، مع التمارين الرياضية، مع الأكل الصحي، وأكيد في وصفاتي السرية وفقرات تانية كتير بتوصلكن يوم واحد من كل شهر حصريا في نادي تاء. وعلى فكرة فيكي تلغي اشتراكك بنادي تاء بأي وقت بدون أي أحراج. الاشتراك والإلغاء سهل كتير ومرن كتير وأكيد أمان، لأنه كله من خلال موقع patreon.com. نادي تاء لصديقات البودكاست على موقع باتريون هو أحلى طريقة لنعبر فيها عن امتناننا المتبادل، وحتى يضل بودكاست ريهاميات صباح كل جمعة بيقدم حلقات غنية بمحتوى ممتع وملهم يعطينا أمل وحافز للتغيير بحياتنا إلى الأفضل دايما إن شاء الله. الدائرة الثانية بنموذج كويك هي limitless motivation، حافز بلا حدود. بتلاقي صورة نموذج كويك متاحة على موقع ريهاميات.com وعلى صفحة ريهاميات على الفيسبوك وإنستغرام. حتى يكون عندي حافز وباعف ودافع، بيقول كويك لازم انتبه لثلاث نواحي: purpose, energy, small simple steps، الهدف والطاقة وخطوات صغيرة بسيطة. الحافز هو ببساطة الجواب على سؤال لماذا. يعني هالثلاث دوائر mindset, motivation, method هني what, why, how، ماذا، لماذا، وكيف. بالنسبة لpurpose ممكن نترجمها مراد، مقصد، بغية، عزم. وبيشرح الكاتب ارتباط الpurpose والpassion يلي هو الشغف أو الميل، وبيأكد أنه purpose وpassion ما أنا أمور بقعد استناها حتى تحل علي أنه فجأة يصير عندي حافز وشغف، لكن أمور بتجي بالسعي والاجتهاد بعد مجموعة تجارب ومحاولات متكررة ومتغيرة، لأنه الشغف تبعي بيتغير مع تغير مواسم حياتي ومراحل حياتي المختلفة. لساتنا عم نحكي عن دائرة الموتيفيشن، حكينا عن البربس، هلأ رح نحكي عن الانرجي، الطاقة والنشاط والحيوية.
بأكد كتير الكاتب على أهمية الطاقة، لأنه شبه مستحيل يكون عندي حافز وشغف لو كنت على الجنط، يعني مؤشر البنزين تبعي على الأحمر وطالع شكارة البنزين تفوت على محرك السيارة، خلصان الطاقة اللي عندي ووصلت لمرحلة حرق الشوائب يلي بالبنزين. بدون غذاء ورياضة ونوم ما في انرجي، وبالتالي انسي يكون عندك موتيفيشن ونقطة على السطر. الدماغ وزنه 2% من وزن جسم الإنسان، لكنه بيستهلك 20% من طاقة الجسم، فلو ما أنا متاحة الطاقة بالجسم معناتها definitely ما رح يشتغل الدماغ بشكل عادي أصلا. لحتى كمان يشتغل بشكل limitless طبعا مستحيل. بنسمع كتير محاضرات وبنقرأ كتب عن تنظيم الوقت وإدارة الوقت time management، بس هل يا ترى منعطي نفس الاهتمام والتعلم والتطبيق لا الانرجي مانجمنت إدارة الطاقة؟ مصادر الطاقة للدماغ متعددة، رح نذكر منها سريعا: good brain diet، ناكل الأكل المغذي للدماغ مثل الجوز، عين الجمل كمكسرات، كمان البيض والشوكولا المرة والخضار الورقية الخضراء وغيرها من الأغذية الجيدة للدماغ. التمرين والرياضة مصدر للطاقة، فيك تعملي تمارين ايروبكس بالبيت، هي بتبين بسيطة بس مفعولة كتير كبير بتحسين الذاكرة والتعلم. من مصادر الطاقة كمان البيئة النظيفة، طبعا هي مأساة للناس يلي عايشين بمدن فيها نسب التلوث عالية جدا، لكن جيم كويك بيشجعنا ان يكون عنا اجهزة تنقية الجو نحطها بالبيت، واننا نحاول مرة بالاسبوع نروح على مكان فيه هواء نقي وسط شجر وطبيعة توفر اكسجين للرئتين والدماغ. ومن اهم مصادر الطاقة هو النوم، ما رح نصرف عليه وقت بهالحلقة لاننا فردنا له 4 حلقات كاملين ببودكاست ريهاميات من كتب تانية، والبحث كانت له مصادر تانية غير هذا الكتاب، ونتيجة البحث والقراية والترجمة عملت لكم حلقات في غاية الاهمية والخطورة، بشجعك تسمعيهم، هني حلقات من رقم 56 حتى 59. الأمر الثالث والأخير بدائرة الموتيفيشن: small simple steps، خطوات صغيرة وبسيطة نعملها يوميا بتقودنا مع التكرار إننا نتعود ونكبر هالخطوات أكثر. الخطوات الصغيرة البسيطة تكرارها بشكل عادات، والعادات habits بمفعولة تراكمي بتعطينا أفضل نتائج بأسلوب الحياة بلا حدود. لو أنا مثلا بقول إني ما بحب القراءة، فيني قرر اتغلب على هذا limiting belief من خلال small simple step، اني اختار كتاب واقرأ منه صفحة واحدة بس باليوم. لو قلت اني بدي اتحرك اكتر، فقرر انزل طابق واحد بس ببنايتنا على الدرج، استخدم السلالم بدون اسانسير، وامثلة كتيرة عن simple small steps ومفعولة التراكمي. الدائرة الثالثة والاخيرة هي limitless method، كيفية بلا حدود. كلمة method ممكن نترجمها أسلوب، منوال، نهج، نظام، طريقة، مسلك، وبيحكي الكاتب عن عدة نقاط بخصوص الميثود أو الكيفية: flow، focus، study، memory، thinking. 1. flow، التدفق، وهي الحالة يلي بندخل فيها عند التركيز الشديد والإنتاج لدرجة بنفقد إحساسنا بالوقت وبالعالم من حوالينا. وبهدف الوصول إلى حالة الفلو بيشجعنا جيم كويك إننا نزيل كل العوائق وأسباب التشتيت بالبيئة المحيطة والبيئة الداخلية كمان، مثل التوتر والخوف من الفشل وكمان الملل، لأنه كلها بتأثر سلبا على الفلو. 2. فوكس، وحكينا بحلقات رقم 76 و77 و78 من بودكاست ريهاميات عن التركيز، بشجعك تسمعيهم لأنه فيهم تعمق بفكرة التركيز أكثر من يلي مذكور بهذا الكتاب. 3. ستدي، الدراسة أو المذاكرة، وهون أهم نقطة بأكد عليها جيم كويك بالدراسة هي الكتابة، taking notes، بالورقة والقلم، لأنه عملية الكتابة هي تفصيل أو تكييف أو تخصيص للمعلومات customizing information بهدف تذكرها بالطريقة الأنسب لكل شخص. بيشرح تكنيك بيسميه capture and create، إنك ترسمي خط بالطول بنص الورقة وتقسميها لنصين، على اليمين اكتبي الملاحظات تبعك to capture، وبعد المحاضرة أو الدرس تكتبي بالنص الأيسر انطباعاتك أنت وأفكارك وآرائك،
to create، إنك أنت تتفاعلي مع يلي سمعتيه وتعلمتيه. 4 memory، الذاكرة، وهي تحديدا عملية زيادة الترابط والتواصل ما بين الخلايا العصبية. يعني لما أنا أتعلم شيء، أسمع معلومة أو شوف صورة، فأنا عم بخلق بعقلي روابط synapses ما بين حواس مختلفة وخلايا عصبية مختلفة. فعملية التذكر أو استرجاع يلي شفته أو سمعته، لو شلت فيها فأنا فعليا عم أفشل أني حقق التواصل المطلوب ما بين الخلايا العصبية يلي رح تسترجع لي من الذاكرة شو أنا عم حاول أفتكره. لهيك تمرين الذاكرة والتكرار كتير بيساعد لتعزيز هالروابط. 5 thinking، التفكير، وبيرجع بذكرنا بقبعات التفكير الستة وهن مألوفين لكتار مننا. هاي الاستراتيجية عملها الدكتور إدوارد ديبونو لتدريب المجموعات على طرق تفكير مختلفة لتناول أمر معين أو مشكلة معينة. سريعا، هالقبعات هن: البيضاء قبعة جمع المعلومات، الصفراء هي قبعة الجوانب الإيجابية، السوداء قبعة التفكير بالنواحي السلبية للمشكلة أو التحدي اللي قدامنا، الحمراء هي قبعة المشاعر المتعلقة بالمشكلة، إننا نسمح للمشاعر بالظهور على السطح، القبعة الخضراء هي الإبداع بناء على الجوانب التحليلية والشعورية، وأخيرا القبعة الزرقاء هي للإدارة والإنتاجية. ليش مهمة هالطريقة؟ لأننا بعصر المعلومات الجاهزة، لما صرنا ناخد آراءنا وتوجهاتنا نتشربها من النت والشاشات، صرنا محتاجين أننا نسترجع عن جديد قدرتنا الخاصة على التحليل بدماغنا نحن، والوصول لنتائج تفكيرنا الخاص، ويكون عنا أفكار فريدة واكتشافات جديدة. بتمنى يكون عجبك كتاب بلا حدود للكاتب جيم كويك، وبيتجدد لقائنا إن شاء الله صباح كل جمعة مع حلقة جديدة من بودكاست ريهاميات. بس هيك، لو عجبتكم الحلقة لا تنسوا تشاركوها على السوشيال ميديا حتى ناس أكثر تستفيد. تقدروا تتواصلوا معي عبر الموقع الإلكتروني لبودكاست ريهاميات www.rihamiat.com، أو تبعتوا لي إيميل على rihamiat@gmail.com أو مسج واتساب على الرقم 02012 79 709 719. وعلى الفيسبوك دايما تابعوا صفحة وهاشتاغ ريهاميات. سلامات.